عن مولانا أن العلامة المجلسي في البحار، هل أن العلامة مؤمن بتحريف القرآن أو ليس مؤمن بتحريف القرآن؟ هل مؤمن بأن القرآن متغير أو ليس مؤمن بالقرآن متغير؟ جزائي في مرآة العقول، في مرآة العقول المجلد 12 صفحة 525، علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال إن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آية. كم آية مولانا؟ 17,000. إيش قد عندنا إحنا منها؟ 6,000. يعني إيش قد من القرآن بأيدينا؟ ها؟ وين القرآن مولانا؟ ثلثه يعني. يعني كانت القرآن 3 أجزاء، باقي منه إيش قد مولانا؟ باقي منه جزء. سؤال. طبعا العلامة البهبودي يضعف الرواية في صحيح الكافي، ولكن انظروا ماذا يقول العلامة المجلسي: فالخبر صحيح، ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره، وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنا. أصلا ما يكون مجال للمناقشة، والتواتر المعنى يفيد ماذا؟ أصلا من الأوليات بعد مولانا، من البديهيات. وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد على الأخبار. خلي يسقط القرآن، ولكن لا يسقط ماذا؟ لا تسقط الأخبار. هذا الذي أنا قلت كنت أقوله، أن المحورية القرآن لو المحورية الأخبار. شوفوا الآن عندما يدور الأمر بين حفظ القرآن وحفظ الأخبار، من المقدم أعزائي؟ حفظ الأخبار مو حفظ القرآن. وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد على الأخبار رأسا، بل ظني، التفت إلى متعلق هذا الظن، إش قد خطير، إش قد خطير أعزائي، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب، يا باب، باب نقص القرآن وتغيير القرآن وعدم تمامية هذا القرآن الذي بأيدينا، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة. يعني الاعتقاد، التفت، الاعتقاد بتحريف القرآن على حد الإمامة التي هي من أصول وأركان الدين. هذا العلامة المجلسي يعني. هذا العلامة المجلسي، احفظوا لي هاي الجملة، هذا العلامة المجلسي هو الذي كتب لنا البحار، وهذا البحار هو الذي الآن ينظم لنا العقل الشيعي مولانا.